وإلى الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت مصادر طبية عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قصف غزة إلى 34,388، غالبيتهم من الأطفال والنساء منذ بدء العدوان الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني في 7 من أكتوبر الماضي. وأضافت المصادر ذاتها إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى أكثر من 77,437 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وفي سياق متصل، حذرت مصادر طبية من انتشار العديد من الأمراض الوبائية نتيجة لطفح مياه الصرف الصحي وتراكم النفايات في الشوارع وانتشار الزواحف والحشرات في ظل ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة صحية.